معي عبر الهاتف سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد تحية استقبال الرئيس السيسي لوزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة الذي نقل بدوره رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري، طبعا مضمونها هو التعاون الوثيق والعلاقات الممتدة، في أي إطار تضع هذه الزيارة؟ طبعا هي بتعكس أولا يعني خصوصية العلاقة المصرية الجزائرية وامتدادها على مر يعني سنوات مضت، وفي مواقف كثيرة كان هناك تضامن كامل ما بين الشعبين، في سواء كانت في تحرير الجزائر أو حتى في حرب 73 الجزائر وقفت مع مصر بشكل كامل سياسيا وعسكريا. أعتقد أن الزيارة أيضا لها يعني دلالات خاصة، لأن طبعا المنطقة كلها تتعرض إلى تحديات غير مسبوقة، وفي نفس الوقت هناك يعني قضايا أصبحت شبه مزمنة لم تجد طريقها إلى الحل، فبالتالي عملية التشاور بين دولتين مهمين في شمال أفريقيا أعتقد أن ده أمر مطلوب وممكن يؤسس لتضامن وعمل مشترك بالنسبة للدول العربية. أيضا ما ننساش أنه في هناك يعني احتمالات كبيرة أن يكون في قمة عربية في الجزائر، وإذا كانت مؤجلة فاعتقد انه هذا الموضوع ايضا اصبح يعني مطروح في المرحله الحاليه. وطبعا القضايا الاقليميه زي ما سيادتك بالتقرير ذكر، بالذات موضوع ليبيا اعتقد ان هو كان يعني ملف مهم جدا بالنسبه لمصر والجزائر، دول جوار هامه تستطيع انها تسهم فعلا في حل القضيه الليبيه بشكل يعني قوي. فبالتالي بشوف انه يعني التشاور ما بين الرؤساء امر مهم، وايضا طبعا كان في كلام على عقد لجنه التشاور على مستوى وزراء الخارجيه واللجنه المشتركه على مستوى رؤساء الوزراء، ده كل ده بيدعم العلاقه بين البلدين، وفي نفس الوقت بيؤسس لعمل عربي مشترك مطلوب في الفتره القادمه بشكل ملح نتيجه التحديات الغير مسبوقه اللي بتمر بها المنطقه العربيه. وطبعا هو برضه سيادته وزير خارجيه الجزائر يعني عمل مشاورات مع امين عام جامعه الدول العربيه، وده بحد ذاته اعتقد يعني بيدي بعض الاشارات الجيده على احتمالات يكون في قمه عربيه قادمه في الجزائر في مارس القادم. اهميه هذه القمه يا فندم، يعني في ظل قضايا عربيه ملحه مثل الشان الليبي على سبيل المثال كما تفضلت، أهمية وجود هذه القمة والحضور العربي فيها إلى أي مدى تراه مهم في هذه المرحلة؟ طبعا هي القمة العربية حضرتك لاحظي أنها أجلت عدة مرات على أساس أن أزمة الكورونا وغيرها أدت إلى تأجيل انعقادها. القمم في حد ذاتها أمر مهم لأن ده أعلى مستوى بيحدث في جامعة الدول العربية، يعني أعلى مستوى للانعقاد. واضح ان المنطقه في حاجه الى عمل عربي مشترك ورؤى يعني مشتركه ما بين الدول العربيه، لان التحديات اصبحت من كل اتجاه، وايضا هناك ملفات استحدثت في الفتره الاخيره زي موضوع تغير المناخ وازمه كورونا والارهاب العابر للحدود والامن السبراني والامن المائي وامن الطاقه، كل ديت موضوعات جديدة دخلت على القضايا الخاصة بالتعاون ما بين الدول العربية نتيجة أنها أصبحت ملفات مطروحة بالنسبة للعالم كله. وبالتالي أعتقد أن العالم العربي عليه أنه أيضا يعالج هذه الملفات وهذه القضايا بشكل منضبط وبشكل فيه قدر أكبر من التعاون ورؤى مشتركة وأهداف مشتركة، وإحنا قادرين على هذا لأن احنا يعني المنطقة العربية هي في قلب العالم كله، وبالتالي هي بتتأثر بكل المتغيرات الدولية وبتؤثر أيضا في هذه المتغيرات، وبالتالي أشوف إنه ما استحدث في المرحلة الحالية من موضوعات أصبحت مطروحة على العمل الدولي والعمل الإقليمي أصبحت إذا أمر ملح إن هو العالم العربي يضعها على مائدة ويناقشها ويحاول وضع حلول مشتركة واستراتيجيات مشتركة للعمل لمواجهة هذه الأخطار. نعم، أشكرك جزيلا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.